جلستنا اليوم بعنوان مستقبل الرعاية الصحية ما بعد كوفيد-19، كيف تستعد المؤسسات الصحية وشركات التأمين لنماذج عمل جديدة؟ ودعوني أبدأ بقراءة هذا المقطع الصغير. من الطبيعي أن يسير القطاع الصحي في ركاب أو في ركب قطاعات الأعمال الأخرى، لكن على الرغم من استمراره في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير أدوية مستحدثة لمعالجة الأمراض الجديدة، إلا أن الطريقة التي ندير بها هذه العلاجات لم تشهد سوى تغير طفيف نسبياً، فما يزال المرضى حتى الآن يربطون رحلة علاجهم بشكل كامل بزيارة الطبيب الذي يشرع بدوره في اعتماد الأساليب الوخزية ويسعى لحثهم على إجراء فحوصات طبية متعددة، حيث يعتمد الأطباء بشكل دائم على ذاكرة المريض ومدى صراحة المعلومات التي يشاركها معهم المرضى. علاوة على ذلك، فإن المرضى بدورهم لا يتحكمون ببياناتهم الطبية، لكن لحسن الحظ ستغير التكنولوجيا الذكية من هذا الوضع بشكل لا يمكن تخيله. كان هذا مقطع من مقال نشره ضيفنا على منصة هارفارد بيزنس ريفيو العربية في عام 2018، يعني قبل سنتين. سنرسل لكم طبعا المقال عبر الشات لتطلعوا عليه. ضيفنا اليوم هو الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال هيلث رعاية صحية ومستشفى التأهيل التخصصي ومركز هيلث شيلد الطبي. هو من قادة الرأي في القطاع الصحي، وهو يمزج خبرته في العمل والقيادة في كبريات المراكز الطبية، بدءا من خبرته في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عودته للإمارات العربية المتحدة لقيادة هذه المجموعة. شخصيا أعتبره خبيرا يجب الاستفادة من كل دقيقة في الحديث معه، واليوم حديثنا يحاول الاكتشاف ماذا يقف في عنق الزجاجة ويمنع انطلاقة التكنولوجيا بكل أبعادها في مجال الرعاية الصحية، خاصة بعد الدفعة القوية التي قدمتها أزمة كورونا لتكنولوجيا الرعاية الصحية. مرحبا بك دكتور مشعل. مساء الخير، وأشكرك على هذا التقديم الطيب والجميل والكريم منكم، ونرحب بجميع المشاركين في البرنامج. أهلا بك دكتور مشعل. دكتور، خليني أبدأ من تجربتك. يعني مجموعة مراكز أنت الرئيس التنفيذي لها، وأنت كما قلت يعني من قادة الرأي في القطاع الصحي بدون مبالغة، فمن خلال عملكم أوصفنا كيف تحول القطاع الصحي أو حتى نموذج عمل القطاع الصحي بين عشية وضحاها بسبب أزمة كورونا، من خلال تجربتكم في مجموعتكم ومن خلال اطلاعك على ما تقوم به مراكز الرعاية الصحية الأخرى. طبعاً أنا أعتقد الكورونا غير أشياء كثيرة، لأن مثل أي شيء في الحياة عندما يصبح شيء معتاد عليه فيكون هناك عدم الاهتمام أو عدم التقدير في أهمية هذا القطاع. لا أقول أن العالم لم يكن يقدر الطب الحديث أو المراكز أو المستشفيات أو الأطباء، ولكن أعتقد أن كل شيء في الحياة عندما تكون متوفرة وموجودة بطريقة سهلة جدا، أعتقد يكون عندنا نوعية من إخاذها بطريقة عفوية وكأنه موجودة وكأن هذا شيء لا يستطيع أن الإنسان أن لا يجتهد عليه، إنما شيء موجود وبدون تفكير وبدون ما نعرف قيمتها الصحيحة أو القيمة الأساسية لهذا الشيء. فأعتقد أول شيء اللي كوفيد سبب هو وعي العام على أهمية الطب الحديث، واحد. اثنين، أهمية القطاع الصحي بشكل عام، سواء كان مؤسسي أو النظام الصحي لدولة معينة، لمدينة معينة، لمستشفى معين ولمركز معين. هنا صار الأهمية بهذا القطاع بشكل خاص وبشكل مهم، لأن أصبح العالم كله اهتمامه سواء كان في الأخبار أو كان في البرامج أو كان في المحاضرات كلها كانت عن كوفيد. وصراحة لم يشهد التاريخ شيء مثل هذا قبل، لأن عندما قامت إنفلونزا إسبانيا في 1918 لم يكن هناك الإعلام والتغطية والتواصل ما بين جميع الدول وما بين
أبناء المجتمع في المجتمع الواحد. فكوفيد كانت أول مرة حيث أن نستطيع نقول المجتمع بشكل عام وبأكمله راح مركز عن قضية واحدة وهي قضية صحية، قضية متعلقة بالقطاع الصحي. لم يكن هذا من قبل، عادة دائما تكون المواضيع سواء كانت مشكلة سياسية أو مشكلة فيضان أو بركان أو حريق أو إلى آخر أو حوادث، إنما هذه الفترة كوفيد كان الهدف الرئيسي والكلام كامل كان عن القطاع صعيد التكنولوجيا. دكتور بمقالك ذكرت أنه في يعني حتى من 2018 ذكرت أنه في تكنولوجيا كبيرة متاحة ولكن غير مستغلة من قبل القطاع الصحي. خلينا نتكلم في قطاعك. صح. صح. فماذا اكتشفت في هذا الجانب؟ صح. فالأهم اللي نرجع إليه بالنسبة للكوفيد وما وجدناه الأثر إلى داخل المركز أو داخل المستشفيات، واحد إن العالم بدأ يتفهم ما يعني ضرورية الذهاب إلى المستشفى، أو أصبح المريض ذاته أو الفرد في المجتمع أن يقيس أو يعطي لذاته أهمية أن أروح إلى المستشفى أو لا. وهذه كانت أول مرة إن نجد أن المرضى في ذاتهم أو الناس في ذاتهم قدروا أن يوزنوا أو أن يعطوا لأنفسهم نوعية هل وصل في الحال على أذهب إلى المستشفى أو الأفضل البقاء بالبيت. طبعاً هذا تغيير لم نشوفه من قبل، يعني لأن احنا وجدنا في الحالات الغير الطارئة وفي الأمراض أو تستطيع نقول العيادات اللي لا تكون نعتبرها من الأمراض الشديدة أو الأمراض اللي تضطر أن تروح إلى الطبيب، صار هناك حوالي 50% أقل زيارات للطبيب أو طلب مواعيد مع الأطباء ذاتياً بدون أي إلقاء من طرف القطاع الصحي، وإنما مثل ما قلت المجتمع في ذاته قام في هذا القرار. الشيء الثاني اللي وجدناه وهذا هو الأهم، إن في نهاية المطاف عرف القطاع الصحي كأطباء وكممرضين وكأفراد في القطاع الصحي ما هو دورهم الأساسي ولماذا اختاروا أن يكونوا في هذا المجال، وهو في خدمة المريض بغض النظر على إن هذه الخدمة يتعرضون عليها إلى خطر شخصي أم لا. وطبعا هذه كانت من أجمل الأشياء اللي لاحظناها في فترة الكوفيد، خاصة في الفترة اللي كان فيها الحالات مكثفة وشديدة. هذه كانت من ممكن الأجمل الأشياء، حيث أن الكادر الطبي اجتمع وتعاملنا كفريق واحد ما بين التمريض والفنيين والأطباء وجميع الكادر الإداري كفريق واحد على أن نقدم هذه الخدمة أو أن نقدم خدمة للمجتمع بطريقة آمنة ومن يحتاج الرعاية. بالنسبة للموضوع أن التكنولوجيا، طبعاً هناك أشياء كثيرة اليوم إحنا بعد الكوفيد اكتشفنا هي موجودة، ولكن مثل ما ذكرت للأسف ممكن لا نستعين بها بطريقة أو بالكثافة المفروض. فأنا في اعتقادي الآن إذا في ثلاث كلمات تعلمناها من الكوفيد بالنسبة للمجال الطبي سواء اليوم ومستقبلاً هي الافتراضية الافتراضية الافتراضية. فموضوع التليميديسن أو الطبطبة من بعد اليوم صارت أعتقد تكون هي هذه القاعدة الأساسية اللي بنمشي عليها، لأن مثل ما قال بليتو necessity is the mother of innovation. عندما يكون في هناك احتياج الإبداع أو التقنية تكون موجودة. تمام. وبالعربي الحاجة أم الاختراع كمان نفسه. بالضبط. فإحنا نعرف إن اليوم مع الكوفيد عندما نعرف أن كان هناك توجيهات عكسية أنت تنصح المجتمع البقاء في البيت، ولكن في نفس الوقت ممكن يكون عنده حالة مرضية أو استشارة مرضية أن يحتاجها المريض، وإذا قدمت له بأسرع وقت وهو في بيته كانت هناك نسبة أن يحتاج يروح المستشفى أقل. ونحن كما تعرف في وقت الكوفيد كان هناك الطاقة الاستيعابية في المستشفيات وفي القطاع الصحي غير قادرة على أن تقدم الخدمة للمجتمع ككل. فمن هنا التليميديسن أو الطب عن بعد له عدة جوانب على أن يفيد القطاع الصحي، مش فقط من نظرية المريض أو على أن سهولة التمريض، إنما برضه يخف العبء على القطاع الصحي حيث يستطيع أن يقدم الخدمة المباشرة فقط للفئة اللي فعلا تحتاج أن تكون داخل المباني وداخل المستشفيات على أن تلقى هذا العلاج.
إذن ما هي الدكتور الدروس المستفادة؟ يعني إذا بدنا نسأل مثلاً بالعمل عن بعد، الشركات بدأت تستنتج أنه والله اكتشفنا أنه بعض الوظائف فعلاً ما كان في داعي يروح كل يوم على المكتب وبيوفر وإلى آخره. على صعيد القطاع الرعاية الصحية، شو هي الدروس المستفادة اللي أنت تشوف أنه اليوم أنه فعلاً we can take it as sustainable، يعني كأنه بدنا يعني برأيك لازم تستمر فيها مؤسسات الرعاية الصحية من التجربة اللي خضتوها؟ أكيد، مثل ما ذكرت إحنا اليوم من نستخدم الأرقام وليس بس آراء. إذا نظرنا إلى الأرقام في فترة 4 أشهر عندما يكون هناك المعدل، وهذه الداتا وهذه الأرقام من أمريكا ومن كندا ومن بريطانيا ومن الصين، احنا نتكلم عن الدول اللي حصل عندها اجتياح بشكل كبير، تبين على ان هناك 50% اقل زيارات الى المستشفيات والى العيادات والى المستوصفات والى الاطباء. هذا يعني ان احنا بقدرتنا على ان نقدم الخدمه الطبيه على الاقل ل 50% من المجتمع من بعد، واستخدام التكنولوجيا واستخدام التليميديسن واستخدام العالم الافتراضي، وأن نقدم هذه الخدمة في طريقة أفضل. ومثل ما ذكرت أعتقد اليوم هذه التجربة المفروض تصبح هي الأساس اللي نبني عليها مستقبلا، لأن الآن اليوم كان الإنسان من قبل يقول مثلا أنه والله الطبطبة عن بعد ممكن أن المريض لا يشعر أنه حصل على الخدمة بالطريقة اللي هو يشوفها بطريقة يعني جودة عالية. اثنين، أن المريض عندما يحصل حتى على الطب من بعد لابد أن يرد ويروح على المستشفى ويروح عند طبيب على أن يقتنع. بس بالفترة هذه اللي لاحظنا بالكوفيد لن يصير هذا، العالم اقتنع على الطبطبة من بعد، وبالعكس لأن كان هناك إجبار أن يظل المجتمع داخل البيوت كانت هذه الوسيلة الوحيدة، وكان هناك الساتسفاكشن ليفل أو عملية الإحصائيات اللي قامت من كندا ومن أمريكا على أن الرضا المتعاملين عن هذه الطبطبة كانت عالية جداً. واستخدام الداتابيس أو استخدام اليوم البيانات الطبية الإلكترونية أصبح سهل جداً على أن الدكتور يستطيع يراجع جميع ملف المريض وجميع الملفات اللي سواء كانت إشاعة مغناطيسية أو مقطعية، ويستطيع يخذ قرار عن المريض من بعد بدون احتياج أن المريض يكون موجود داخل المستشفى. فأعتقد لو في one lesson أو شيء واحد تعلمناه أيام كوفيد، ومنه مثل ما قلت حصلنا على داتا وحصلنا على بيانات تدل على أن هذا الشيء sustainable يستطيع أن نبني عليه ويكون موجود، هو أن حوالي 50% من الخدمة الصحية أو من الخدمات الطبية الاستشارية ممكن تسير من بعد بطريقة سلسة وبطريقة جميلة، ويكون هناك رضا للمتعامل وكذلك للطبيب. طيب اليوم هاي 50% هي تشمل كما ذكرت أعمال استشارية، يمكن الأعمال اللي ما فيها فحص مباشر للمريض حتى الآن، ما أعرف أكيد يمكن أنت أدرى أنه مع تقنية الجيل الخامس والسنسورز يمكن لاحقاً حتى الفحص يمكن يتم عن بعد. شو ممكن تحدثنا عن هذا التطور القادم لنشوف إلى أي مدى الأمور ماشية؟ طبعاً جميل جداً. طبعاً هي الموضوع يبدأ من مكان معين وبعدين نحن نبني عليه. فإحنا اليوم لما نتكلم وين نريد أن القطاع الصحي هنشوف بعد 10 سنوات 20 سنة وليس اليوم. فكلامك صح أن إذا بدينا على الأقل في التكنولوجيا الموجودة أن نستخدمها على الطب من بعد، ثم بعد لما يكون عندنا الـ5G إحنا نتكلم بعدين على عدة أجهزة وعدة أشياء تتكلم مع بعض في سرعة خيالية على المعلومة توصل إلى عند الطبيب، فأنا أستطيع من بعدها أن أقيس نبض القلب وأقيس درجة الحرارة وأقيس السكر وأقيس ضغط الدم وأقيس أشياء كثيرة للمريض، وكذلك حتى الوزن وزن المريض في استخدام آلات موجودة يا تكون في المنزل أو حتى خارج المنزل عبارة عن الـ5G. فالموضوع هو تراكمي، الموضوع هو تطور، بيصبح تطور متراكم وتطور سريع في السنين القادمة، حيث أن الشباب يقدمها اليوم عن هذه الطريقة بكرة تكون بطريقة أكثر وأكبر وأكبر، وخدمات تكون أكثر للمريض من داخل المنزل. أو فإحنا لا نتكلم عن منزل أو ممكن من بعد، إن في مستشفى آخر أو في مركز آخر أو في عيادة بسيطة في منطقة أو في البلدة اللي موجود فيها،
ولكن يحصل على الخدمات اللي نسميها تيرشري كير او الخدمات الاكثر احتياجيا من تخصصات من بعد. فال 5G بيخلق ثوره نوعيه بالنسبه للخدمات الطبيه، حيث تكون اسرع وحيث ان استطيع ان اقيس او اخذ معلومات اكثر عن المريض من بعد. بدأنا نتلقى بعض الأسئلة من المتابعين مرتبطة بهذه النقطة. سؤال من آلاء أو علاء، بس لم أتأكد لأنه الاسم مكتوب بالإنجليزي، كيف تربط بين نقصان نسبة الزيارة الطبية للعيادة بسبب كورونا وارتفاع حالات الوفاة أو تقدم الحالة تطور الحالة المرضية للعديد من المرضى بسبب خوفهم من الذهاب للمستشفى؟ مثال على ذلك العديد من الدراسات التي ربطت بين حالات وفاة أكثر بين مرضى القلب. طبعا انا اعتقد هذه من بلد الى بلد تختلف. احنا نعرف ان السبب الرئيسي بالنسبه للبنيه التحتيه للقطاع الصحي، بعض البلدان للاسف الشديد هذا كان الخيار الوحيد للمرضى ان يذهبون الى المستشفيات الحكوميه او المستشفيات الموجوده في قطاعهم على ان يتلقوا العلاج. عندما اصبحت كادحه كوفيد، طبعا مثل ما ذكرنا انه لم يكن هناك القدره الاستيعابيه للعدد هذا، فاكيد للاسف الشديد انه ممكن كان فيه شريحه من المجتمع حيث لم تستطع ان تلقى العلاج بسبب ان القطاع الصحي وصل الى اوفرلود او وصل الى ساتوريشن معين لم يستطع ان يتقبلها. ولكن في الدول الاخرى حيث يوجد عندهم القطاع الصحي طريقة منظمة أكثر وطريقة متواجدة أكثر، لم نرى هذه موجودة، إن أصبح هناك عدد وفيات من الناس اللي يعانون من الأمراض المزمنة أكثر، بس فقط على أنهم يحصلوا على أكسس أو أن يحصل على الخدمة الطبية. فلهذا السبب إحنا ذكرنا أنه ممكن هذا المريض، الدول هذه اللي كان عندها شح في القطاع الصحي، استخدام التكنولوجيا كان يصبح أحد الحلول، لأن المريض اللي يعاني من أمراض القلب أو من السكر أو من ضغط الدم هذا مرض مزمن ولا يحتاج التشخيص وإنما يحتاج التحكم المانجمنت. فمن هنا استخدام التكنولوجيا واستخدام التليميديسن، إذا هذا المريض مرتبط مع طبيبه على التليميديسن أن يتابع، نأخذ هذا على السؤال، أعتقد تتكلم عن مريض القلب، فمريض القلب في أسئلة معينة مدققة طبيب القلب ممكن يسألها المريض على أن يعرف كيف حالة الموجودة، الأدوية اللي يأخذها، وزنه اليومي، لأن مريض القلب الوزن مهم جدا على أنك تدرك كيف القلب يشتغل القلب، وممكن يسوي لمانجمنت أو تحكم على حالته من بعد ولا يحتاج المريض أن يروح. فالإجابة على الأخ أو الأخت اللي سألت، أنا أعتقد هذه الدراسة اللي تتكلم عليها أكيد من الدول اللي عندها شح في القطاع الصحي، حيث حصل أوفرلود بسرعة من الجانب الكوفيد وتسبب عدم استقبال المرضى التقليديين ما بين قوسين، أو المرضى اللي كانت القطاع الصحي كان مفتوح لهم. طب للأسف الشديد عندما جاء كوفيد أصبح القطاع الصحي فقط يستقبل بشكل عام على مرضى الكوفيد لأن كان أمراض حادة. فبالعكس هذا يشجع استخدام التكنولوجيا، لأن المرض السكر، وفي دراسات على فكرة من أمريكا، شركات التليميديسن أو الفيرتشول ميديسن أو الطب الافتراضي، عندهم دراسات جيدة بالنسبة لمرض السكر بالذات، مرض السكر ومرض أمراض ضغط الدم، حيث أن تبين أن المرضى اللي دخلوا على التجربة يكون تواصلهم مع الطبيب والمانجمنت أو التحكم عن حالتهم على التليميديسن عن بعد جابوا مؤشرات أفضل من الزيارات التقليدية. وهذا يدل على شيء واحد، انه يصبح المريض، الشيء الجميل في التليميديسن او في الطب الافتراضي ان المريض يصبح هو جزء من الوضعيه وليس ما نسميه باسيف او غير فعال، انا بس اروح عند الطبيب واكون مستمع. التليميديسن انت اصبحت اليوم تكون انت فعال في حالتك، واصبحت انت ضمن الفريق كطبيب ليس الحالة، وإنما المريض نفسه في engagement، في نوع من التفاعل عن الحالة اللي أنت تشوف الطبيب إليها في العالم الافتراضي أو في الطب من بعد. طيب يمكن اليوم يطلع إنه المريض، ما أعرف من خلال تجربتكم إذا عندك داتا عن هذا الموضوع، المريض هو يمكن أحد العوائق، راح أسألك طبعاً بقية أطراف الإيكو سيستم كما يقال، لكن المريض هو أحد العناصر الرئيسية. هل شعرت أنه المرضى فعلاً عندهم ثقة؟ يعني اليوم أعطيتنا إحصاءات عالمية عن الرضا وهي مشجعة، لكن يمكن تطلع لك فئة كبيرة من الناس بدأ يضل ببالها مثل ما الناس بالعمل عن بعد، أنه لا الفيس تو فيس
بدي اشرح للدكتور افضل وغيره، شو جوابك لهذول هذا النوع؟ شوف شوف عزيزي، انا شوف عزيزي، انا اعتقد الجمهور غير رايه من بالنسبه للطب. انا اشوف للاسف احنا كنا وصلنا الى مرحله حيث الطب الحديث كان يتهاجم بشكل عام. اليوم اعتقد العالم ادرك في كوفيد ان النظريه العلميه الحديثه هي الاهم، وان الطب الحديث هو الاهم، وان استخدام النصائح من الجهه الرسميه الطبيه او الرسميه الطب الحديث هي الاهم. فأصبح هناك تقبل، لأن لو لاحظت في مرحلة الكوفيد كانت هناك أدوية كثيرة تطلع على الشاشة، والأخبار يبدأ يتكلم عنها بطريقة كثيرة أن هذا أصبح هو الحل، وكانت المؤسسات الطبية والطب الحديث يتكلم عن لا، نحن نريد أن نعمل دراسة ونقارن ونشوف. فالعالم كأن أول مرة ينظر بالواقع، وكأن at same time في الوقت كيف الطب الحديث يمشي، كيف النظرية العلمية تمشي. فأنا أعتقد اكتسبنا إحنا احترام كبير من الجمهور على ما هو الطب الحديث، وأنه يمشي بطريقة علمية سلسة وبطريقة منظمة. فلهذا السبب أعتقد اليوم العالم عندما يسمع أن القطاع الصحي سوف يتوجه استخدام الطب من بعد، طبعاً وله ضوابطه طبعاً وله أشياء، أنا أعتقد بالعكس أكيد في late adapters، هذا موجود في كل شيء. عندما يكون في هناك أفكار جديدة وطريق جديدة ووسائل جديدة، دائماً عندك bell curve، عندك أغلب الناس سوف يتعاملون مع هذا الشيء الجديد بشكل كبير، وعندك دائماً ما نسميهم late adapters، أي الناس اللي دائماً ما يطلعون فوق التغيير أو يخذهم وقت على أنهم يكتسبوا أو يتقبلون التغيير. فنحن طبعاً هذا الجروب أو هذا الفئة مصيرها بتلحق. بس أنا أعتقد بشكل عام أجب على سؤالك، أعتقد الجمهور أصبح اليوم أكثر ثقة وأكثر جاهزية على أن يشوف الطب من بعد، واستخدام التكنولوجيا للخدمات الرعاية الصحية أكثر تقبلاً عن قبل كوفيد. طب يمكن لأنه راح كمان توفر عليه عبء وسفر وباركينج للسيارة وتكاليف الوصول، صح؟ طيب تفضل اذا في نقطه بهذا المجال. وكذلك ان جربها ايام كوفيد بدون خيار اخر، وشاف ان حصل على الاشياء اللي كان يريد منها كمتعامل. انا اليوم لو كان عندي طفح في جلدي وممنوع اطلع من بيتي، او ان انا خايف لو اروح المستشفى ممكن ان اكتسب كوفيد، وطلعت على تيلي ميديسن واظهرت الطفح اللي على جلدي او على مكاني للطبيب، وقام الطبيب يشرح لي، يسألني بس كم أسئلة، وخلال 10 دقائق يقول لي أنت عندك هذا الشيء ممكن نوصل لك. لأن لا تنسى كذلك إحنا أيام كوفيد كانت التوصيل الأدوية مجانا للبيوت، سوف يوصل لك الدواء إلى البيت وتستخدمه لخمسة أيام، وبعد 3 أيام بطلع معك 10 دقائق أسوي فولو أب وين وصلت الحالة. عندما أنت تجرب هذا الشيء ورحت بعد 3 أيام الأمور طيبة وطابت الحالة، من وين لم يكن هناك؟ يعني أكيد هذه التجربة هو بيتصل لأخوانه ولأصحابه ولأقرانه ولأهله ويتكلم عن هذه التجربة الرائعة. طبعا هذه تجربة رائعة مثل ما قلت، لأن الطريقة التقليدية أنا بأخذ موعد، بنتظر، بشوف الطبيب، بنزل على الصيدلية، بروح، ممكن إذا ما تحسن ضروري أضطر أرد مرة أخرى إلى الطبيب. فبالعكس أعتقد أن التجربة في أيام كوفيد على هذه الحالات مثل ما قلت كسبت تشجيع كبير على أن الطب من بعد سوف يصبح جزء من الرعاية الصحية. طيب مجموعة أسئلة، بدأت أسئلة المتابعين تزداد، فنحاول نأخذ الإجابات بشكل يعني سريع على الإجابات اللي بتستحق إجابة سريعة والتفصيل إذا بدأ تفصيل. دكتور وسام سلمان طبيب يقول أنا أعتقد بأن انخفاض نسبة المراجعات للنظام الطبي لا يمكن إعازها بشكل كامل بأنها ناجحة ويمكن تعميمها. على سبيل المثال في طب الأسنان، وأنا طبيب أسنان، تسبب توقف المراجعات في الفترة الماضية بشكل مؤقت إلى تفاقم الحالات وتعقيدها وبالتالي تكلفة ومعاناة المريض بالنسبة لل يعني المراجعة لاحقا. فهي يمكن عندك تصور كيف نسبية. سيدي الأمور نسبية، وإحنا لا نتكلم دائما إحنا نتكلم الأمور ليست أبيض وأسود، والأمور ليست إن يطبق على الكل. أكيد في طب الأسنان أنا أعتقد حتى في طب الأسنان 20% من الحالات ممكن تكون طبعا عن بعد، سواء كان ألم، سواء كان في نوع من الدم، سواء مهما كان.
ولكن صح الأطباء الأسنان والأشياء اللي هي فيزيكال تحتاج إلى تدخل مباشر أكيد يحتاج يكون هناك مراجعة لها بدون أي نوع. فإحنا نتكلم إحنا قلنا هذا يكون وسيلة أخرى الطب من بعد سوف يكون أحد أجزاء يعني بيصبح نوع من الجزء الآخر من استخدامه في الطب لحالات معينة ولكن لا يعني أنها البديل. فدائما إحنا لا نريد أن نفكر بالأقصى يعني من جانب إلى جانب. دكتور صحراوي بن شيحة طبيب يعني على الأغلب يسأل كيف يمكن التطبب عن بعد على الرغم من الكثير من الأطباء يعجزون عن تشخيص المرض على الرغم من استخدام تكنولوجيا كIRM أو FMRI ما بعرف هذول تقنيات يمكن تطبب عن بعد أو شيء. فالمفهوم أنه بعض الأطباء يعجزون عن تشخيص عن بعد. سيدي الدكتور اللي يتكلم احنا نعرف في الطب ان حوالي 70% 80% من الحالات هي سهله التشخيص. احنا اليوم لا نتكلم بطريقه قطعيه، احنا نتكلم عن كيف نستطيع مثلا اذا اخذنا اي تخصص قم في 70% او 60% من الحالات هي بسيطه وممكن على كلام الأخ لو نتخذ الطبيب من بعد الاستشاريين أو ما نعطيها للطبيب العام، يعني في أشياء كثيرة ممكن إحنا نستخدمها عن نقلل نسبة الأخطاء. ولكن هناك بشكل عام أكثر من 70% من الحالات اللي تصلنا إحنا ما نسميها سهلة التخصص. الأخ اللي يذكر أن الأطباء والتعميم غلط، أن هل في حالات تصعب تشخيصها؟ نعم. هل في حالات يكون هناك غلط طبي في التشخيص؟ نعم. ولكن احنا لا نقيس على الاشياء اللي هي اكسبشنال، الاشياء الخارجه عن الـ عن الـ عن المعتاد. دائما لا نتكلم عن الاستثناء، نتكلم عن اللي بالشكل عام. نعم هناك حالات صعبه التشخيص، نعم هناك حالات غلط في التشخيص، نعم هناك حالات الطبيب لا يقوم في التشخيص، لكن هذا لا يعني انا بتكلم. احنا نتكلم عن الشكل العام، هناك كثير جدا من الحالات اللي تستطيع ان تشخص بطريقه بسيطه وامنه للمريض وتتعالج من بعد، وهناك حالات فعلا تحتاج ان المريض يكون متواجد وجه الى وجه مع الطبيب، ويحتاج ان يكون في ممكن مش بس في مستشفى، ممكن يحتاج ان يكون في مستشفى جامعي كبير انه يحتاج على ان تقدم خدمته. فهذه اكيد الطب من بعد، أنا لما أشوف المريض وأشوف أن الحالة خطرة أو أني لن أستطيع أتوصل إلى تشخيص صح، أكيد ضمنها أن أعطيها النصيحة على وين يتوجه، أي مستشفى أفضل، أين المكان الأفضل الذي يذهب إليه. فلا أنا لا أتفق مع هذا الرأي. أشوف أن الطب عن بعد له دور كبير، وفي كثير من الحالات اللي نحن نستطيع أن نشخصها ونستطيع أن نتعامل معها من بعد بكل سهالة وبكل أمن للمريض. دكتور وليد خالد عبد الحميد استشاري الطب النفسي في مدينة دبي الطبية يسأل: الصحة النفسية برزت كحاجة متزايدة بعد كورونا، فهل تعتقد دكتور مشعل أن ذلك سيزيد أو يقلل الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية؟ أن نجاح الطب النفسي عن بعد سيغير، أم أن نجاح الطب النفسي عن بعد سيغير منوال توفير خدمات الطب النفسي في المستقبل؟ أنا أبتسم وأشكر الدكتور، لأن صراحة أول تجارب الطبيب من بعد كانت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي في ولاية نبراسكا سايكياتريك إنستيتوت في التخصص الطب النفسي، وكان يجرى هناك مع نورث فلوك ستيت يونيفرسيتي، لأن كانوا الاستشاريين في نورث فلوك ستيت هاسبيتال ويجيبون استشارات عبر استخدام جهاز كالتلفزيون كلوز سيركت. احنا نتكلم عن الخمسينات والستينات القرن الماضي، فكانت الطبطبة من بعد للأمراض النفسية من أكثر الأشياء اللي بدأت وكانت ناجحة جدا في الخمسينات والستينات. ومثل ما نعلم للأسف جت 20 سنة بعدها هذا موضوع التليميديسن أو الطب من بعد، وبعدين إثيرت مرة أخرى في نهاية الثمانينات والتسعينات. ف
فأعتقد سؤال الدكتور شقين. أنا أعتقد الشق الأول، هل نرى ارتفاع أكثر في الحالات النفسية بسبب كوفيد؟ أنا أقول إذا لم يكن هناك second wave أو يصبح مثل ما أصبح عندنا حالات كثيرة، لا، لأن أنا باعتقادي كان السبب الرئيسي للأمراض النفسية، وممكن الدكتور يساعدنا في هذا، بس حتى من قراءتنا، هو كان العزل 14 يوم، تكون داخل المستشفى لحالك، ممنوع أن يزورك الأقارب، تنعزل، ما أنت عارف وضعك كيف بيكون بعد كم يوم. أنا أعتقد هذه كانت محفز للأمراض النفسية، فأصبحت فرأينا مثلا من الناس اللي يعانوا من الكوفيد أصبح عندهم حالات نفسية. وأكون صريح، يعني أنا في نفسي كنت دائما لو أفكر يجيني الكوفيد ما كنت أخاف من الكوفيد في ذاته، والله كنت دائما أفكر أنا إيش أعمل مع نفسي 14 يوم معزول. فكانت هذه هي التخوف الأكثر. يعني تخيل أنا وصلت أنا شخصيا لدرجة ما خوفي من المرض، إنما خوفي من العزل 14 يوم. فسؤال أنت إكستروفرت يا دكتور، أنت الانتروفيرت عادي يحطهم شهر بيظلوا. فأعتقد أنا ما أعتقد بيكون في ارتفاع، ولكن أعتقد نعم بالنسبة للتخصص الطب النفسي التليميديسن ممكن يكون من أفضل الأشياء وأفضل التقنية. أولا لأن يعرف الدكتور للأسف ما عندنا الكفاية من الأطباء النفسيين، وعندنا حالات كثيرة سواء بالكوفيد أو بدون كوفيد، عندنا حالات كثيرة نحتاج فيها. فأتمنى أن يكون هناك حتى في دول الخليج بشكل عام وليس بس في الإمارات مجموعة من الأطباء النفسيين يقدمون الخدمة عبر الطب من بعد. فأنا أستطيع أجلس مع مريض يعاني من الأمراض النفسية سواء كان depression، سواء كانت anxiety disorder، قلق، سواء كان كل هذه الأمراض، وألقي مع جلسة على التليميديسن، وأقدر أختم بشكل أكبر وأكثر، يا ريت. فأنا أشجع عن هذا، وبالعكس أعتقد في المجال الطب النفسي ممكن التليميديسن يكون من أجمل الأشياء. طيب راح أرجع طبعا لأسئلة المتابعين، بس عندي سؤال يعني ما أعتبره المفروض يكون هو صلب نقاشنا للحفاظ على استمرارية التطبب عن بعد مستقبلاً. في عناصر نسميه الإيكو سيستم الخاص بالرعاية الصحية، فإذا ذكرنا مؤسسات الرعاية الصحية، الأطباء، المرضى، شركات التأمين، والمشرع القانوني أو الريجوليتر اللي هو بالبلد، هاي الأطراف شو المطلوب من كل واحد منها لتستمر العملية؟ لأنه ممكن أي واحد من هذول يعيق العملية ما بتكمل. يعني أنت بتعرف أنه اليوم إذا مثلاً الجامعات قالت أنه والله أنا راح أقدم تعليم عن بعد، ووزارة التعليم العالي ما اعترفت بالشهادة فما استفدت شيء. فلذلك إحنا بدنا كل الأطراف يكونوا على، أعطينا كل طرف شو دوره لحتى تستمر العملية ووين الصعوبات. شوف سيدي، أولاً على الموجة تمشي بسرعة، أو أي اختراع أو أي تطور في المجتمع أو في أي قطاع، إذا بديت تربطه إلى مؤسسات كثيرة للأسف الشديد سوف يكون هناك نوع من الدراك. فأنا معك 100%، نحتاج جميع الجهات الموجودة بالسلسلة أو بالإيكو سيستم اللي تتكلم عليه تكون على صفحة واحدة. بس تخوفنا دائما مثل ما قلت لك أن يحصل دراك. نحن ما عندنا أي مشكلة اليوم على أن التكنولوجيا التكنولوجيا الطبي أو ميديكال آي تي يمشي بالسرعة الهائلة اللي يمشي عليها. دائما الحوكمة أو الريجليتر اللي يصنف القوانين في أي منظمة يأخذ وقت لين يوصل إلى هذا، وهذا شيء جيد لأنه يتأكد عن صحتها، يتأكد عن أن هذا شيء فعلا يحتاجها المجتمع، يتأكد على أنه تحمي أفراد المجتمع. يعني في إجراءات كثيرة جدا أنا كإنوفيتر أو كإنسان أريد أن أتقدم، لو أمشي على هذا ما بوصل أنا إلى نتيجة. القطاع الآخر اللي هو مثل ما تكلمت أنت بالنسبة للبير، ضروري شخص اللي يدفع، ضروري في جهة اللي تدفع، كذلك نفس الشيء أن الجانب اللي يدفع والجانب اللي الحوكمة عليه دائما يكونوا متأخرين. وهذا أنا أسميه تطور طبيعي، it's a normal evolving، على أن يصير هذا الشيء. ولكن على الأقل اللي نتمنى من الطرفين أن يكون على دراية بأن المستقبل سوف يكون في هذا المجال وسوف يكون في هذا الإطار،
وعلى أن يبنوا في استراتيجيتهم قصيرة المدى وبعيدة المدى كيف يتعاملون مع هذا التغير الكبير في القطاع الصحي. فإحنا مثلاً بكل ثقة عارفين أن في دولة الإمارات وفي أبوظبي بالذات أن الريجليتر والبير سواء كان الحكمة أو الدافع فاهمين هذا الموضوع وشغالين عليه ومتجهين عليه. بس أنا أكون معك 100% على أن هذا فعلاً يصبح نمط يومي أو من الأشياء المعتادة لابد على التأمين شركة التأمين والمجال الحكم عليه وكذلك المتعامل والمرضى وكذلك القطاع الصحي أن يكونوا على صفحة واحدة ويكونوا داعمين لهذه الفكرة. بس أنا أعتقد لأن إحنا في بدايتها بتشوف أن التطبيق أسرع من الجهات الأخرى، لأن مثلا في كوفيد أكون عندك صريح وصلنا إلى مرحلة أن ما عندنا مشكلة نتواصل بطريقة أي استخدام التكنولوجيا مع المرضى بغض النظر عن الدفعية بغض النظر عن شيء آخر، إنما كانت أهم شيء عندنا هي خصوصية المريض نتماشى مع قائمة الأنظمة من دائرة الصحة لا يكون هناك اختراع القانون الطبي أو لأي طريقة أخرى. هذا ضروري نحن نراعيه. بس نحن نتمنى طالما أن أنت فتحت هذا المجال، يعني لو علينا نحن نتمنى أن يكون هناك بنفس السرعة وبنفس المستوى التقبل والتطبيق لهذه التكنولوجيا. دكتور يبدو لي أنك متفائل طبعا أنه كل عناصر النظام نسميه بيئة العمل أو الإيكو سيستم رح يمشي بالنهاية ولو أبطأ ولكن رح يمشي. هي صحيح لكن أحيانا التأخير يعني الابتكارات عادة هي أسرع من الريجوليترز بكثير. يعني شفت أوبر ظلت تشتغل كذا سنة الليجالي بمختلف دول العالم بما فيها أمريكا يعني وكل دول العالم لحتى بعدين القوانين والله خلص يا بس نستجيب. اليوم كمان شركات التأمين بدك إياهم يتخلوا عن أرباح ملموسة بالنسبة لهم مفهومة إلى أنظمة غريبة يعني نوعا ما يمكن ما فيها العائد الواضح. حتى أحد الأسئلة اللي جايتنا من محمد صالح نوشي يسأل المردود المادي للطبيب من التطبب عن بعد ضعيف صح. فيحتاج رفع المردود. فإذا في إيكو سيستم كله بده ينبنى لحتى هاي العملية تمشي صح. إحنا نتكلم عن مستقبل دائما، إحنا نربط المستقبل ونعرف دائما إن أي شيء فكرة جديدة بالبداية لم تكن تقبلها يكون طفيف وفي الأخير بس في نهاية المطاف. أنا من رأيي أنا طبعا كمدير مستشفيات متفاهم جدا بالنسبة للدفعية. الدفعية هي صراحة أنا من رأيي لو لن يدفع أنه أفضل لأن لهذا المستوى الدفعية أقل بطريقة كأن هذه ليست زيارة أو كأنها ليست استشارة. ونحن مثل ما قلت نتمنى أن نشوف هذا التغيير، ولكن هذا لا يعني أننا ندفع قدما وندفع إلى الأمام ونكون متفائلين بالمستقبل. فأنا أعتقد أن أي فكر جديد ومثل ما قلت خدمة جديدة عندما يرى المجتمع فائدتها وتصبح والحوار اللي يقوم بين اليوم هذا يفيد. وبطبيعة الأمر البير سواء كان شركة التأمين أو يكون الفرد نفسه سوف يتقبل أنها لها رسوم ورسومها تكون موازية إذا لا أكثر من الطريقة التقليدية، لأن هناك جوانب كثيرة أنت وفرتها على الفرد ووفرتها على السيستم، عدم أن تذهب إلى المستشفى أو تخرج من المنزل عنك تحصل على الخدمة. فأنا من رأيي مستقبلا بالعكس ممكن يكون هذا الطبطبة من بعد لها قيمة أكثر من الطريقة التقليدية. ونعم أنا متفائل أن مستقبلا they will have to adapt، يعني في نهاية المطاف سواء كان شركات التأمين أو الجهات الحكومية اللي تتحكم أو اللي تدير القطاع الصحي سوف تتقبل هذه التقنية وهذه الطريقة ويكون لها بالعكس أنا أعتقد سوف يكون لها احترام أكثر. يعني أنا مؤخراً من فترة يعني عملت مقابلة لهارفارد بيزنس ريفيو مع الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينيك أبو ظبي، فذكر لي شيء يعني أكيد بيمر عليك أنه أحياناً أنت كطبيب بتشوف أنه غذاء صحي
معين هو يمكن يكون أفضل علاج لمريض معين ببعض الأمراض، لكن شركات التأمين في وادي آخر بالنسبة لها لا يمكن تغطي لك أكل، لا يمكن تغطي طعام. فيمكن المايند سيت تبع شركات التأمين، ما أعرف إذا معانا من المتابعين من شركات التأمين فعلا يعطونا يعني كيف يعني تحلل أو ليش شركات التأمين بطيئة بالاستجابة لهذه الأمور. شوف القضية وما فيها، دائما احنا نحط انفسنا في الطرف الآخر، يعني انا كشركة تأمين كذلك لابد ان نعرف ان فعلا هذه هي فعالة للمريض، لابد ان نعرف ان هذا فعلا شيء يحتاجها المريض، لابد ان نعرف ان هذا في نهاية المطاف ما في بديل. فالامور تمشي على هذا الشكل. يعني احنا اليوم لما نتكلم عن طبطبة عن بعد، مثل ما قلت لك كانت التجارب البدائية صراحة خاصة في دولنا أو في منطقتنا بشكل عام، مثل ما ذكرت أنت، أنا أعتقد فقط الكوفيد غير هذا المنطقة، لم تخدم بطريقة جدية. وعلى عكس كان عندنا بايلوت ستدي داخل الإمارات قبل حوالي 8 سنوات 10 سنوات، وفعلا وجدنا أن اللي أخذ الاستشارة عن بعد ذهب إلى المستشفى ممكن في نفس اليوم أو اليوم الثاني، فكانت أكثر عبيا عن بالسيستم. يعني أنا كشركة تأمين بدأت أبدأ أدفع مرتين أو 3 مرات، لأن طبطبة عن بعد وفيها استشارة وفيها إرشادات عن أدوية، وبعدين يقوم المريض يروح إلى مستشفى أو إلى مركز طبي ويعيد نفس الشيء. فأكيد في البداية مثل ما قلت أنا كريجوليتر أو كبير أكيد بنتظر لما أنظر إلى الفائدة للمريض، هل is it safe، الطريقة هذه آمنة على المريض، لها مردود إيجابي طبي على المريض، وبعدين هل وفرت في السيستم أو في المنظومة الصحية بشكل عام. عندما يصبح هذا الإجابة كلها صح، أنا متأكد 100% سوف تدرج ضمن الوسائل العادية ويكون لها مردود صحي. طيب عندنا كثير من الأسئلة دكتور محتاجين يعني تساعدنا بالإجابة عنهم بنوعا ما باختصار بعض الأسئلة مشان نغطي أكبر قدر ممكن منها. الأخ بهجت فقيه بيسأل، الله يمسيكم بالرضا، في كثير من الدول المتقدمة كأستراليا يتم استخدام تقنيات كالسحابة الحاسوبية الكلاود كومبيوتينج لتسجيل جميع المرضى، جميع المعلومات وزيارات المرضى الطبية لكل مريض في نظام موحد لوزارة الصحة. هل هذه المعلومات تصبح موجودة لأي طبيب معالج حتى لو كان الطبيب جديد، وفي حالات الفيزيكال أو الفيرتشوال تحت شروط وصول استخدام معين لضمان الخصوصية بيفوتوا عليها الأطباء ويشوفوها؟ بيسأل هل لدينا في مثل هذه الممارسة في دول الخليج أو في الإمارات؟ نعم. هل من الممكن الاستفادة من هذه التجارب؟ نعم، ويوجد معانا الآن ماشيين على هذا الموضوع، ماشيين إحنا في إمارة أبوظبي على موضوع ملفي، وهو جمع كل البيانات الطبية للمرضى إلى مكان واحد، ثم يصبح لمؤسسات المنشآت الحكومية وللأطباء الدخول على هذه البيانات الرقمية ويأخذ جميع المعلومات عن الموجودة. جميل. الأخ أنانيموس يعني محاط اسمه، برأيكم دكتور مشعل ما هي نماذج العمل التي يجب أن تتبناها المراكز الطبية ما بعد جائحة كورونا؟ وأنا أتكلم عن نماذج مثل الـ value-based healthcare وال optimized pathways and fast discharge وال reimbursement bodies and insurance companies to link clinical outcomes to hospital payments. وصلتك أكيد. أنا أبتسم لأني محاضرة، أنا أبتسم لأني هذه محاضرة لحالها، بس أنا أعتقد أجاوب للأخ اللي سأل هذا السؤال. طبعا هذه محاضرة غيرها، حتى value based is a different topic وسؤال لحاله، بس أنا أعتقد لو استفدنا شيء، أنا أنصح جميع الأخوة اللي معانا اليوم يديرون مراكز أو مستشفيات أو يشتغلون فيها، لابد نحن نفكر من جديد ونفكر بالطريقة التقليدية عندما يدخل المريض ويطلع، هل ضروري نسويها بنفس الطريقة؟ لماذا لا أن يسوي الريجستريشن من البيت على الأقل؟ بطاقة التأمين تحمل من البيت، الزيارة تبدأ من البيت، السؤالات اللي نسألها، وطبعا أكثر المرضى يكونوا غير مرتاحين عليها لأن تسألها المرضى ويسألها الريسبشن بعدين يسألها الطبيب، تسير من البيت. فأنا أعتقد لو في شيء تعلمنا من كوفيد وكيف
نقصر دخول وخروج المريض from entrance to exit. كيف تستطيع أن تختصر هذا الشيء بشكل كبير؟ أنا شفنا أيام كوفيد إن كان هذا ممكن نسويه في لماذا لا نستمر فيها. هذا واحد. رقم اثنين، أعتقد جميع المراكز وجميع المستشفيات بنينا نوع من فكرة كيف إن أنا أستطيع أشخص، مش أشخص وإنما أقيم المريض اللي ممكن عنده حالة معينة بسرعة وأعطيها الخدمة بسرعة. ليش لما لا نستخدم نفس هذه الفكرة لأمراض أخرى اللي أكثر تواجداً في منطقتك أو في بلدك أو في الموسم اللي يكون موجود، حيث أن أعرف أنا ممكن أروح أقدم الخدمة لهذه الفئة بسرعة. فأما الأشياء اللي درش لها صراحة مثل ما قلت هذه محاضرة في كاملها. طيب الأخوة اللي رفعوا إيديهم بس يكتبونا، يعني يكتبوا لي بالشات بشكل مباشر إنه شو بيحبوا إذا في مشاركة معينة. طيب الأخ عدنان أمين يسأل، أعتقد أنه ممكن تزيد نسبة الأخطاء الطبية بصورة أو بأخرى عند التمادي في تطبيق نظام التطبب عن بعد، ويجب أن يكون هناك نظام وقوانين واضحة للمحاسبة، ويجب أن يكون هناك نظام توثيقي لهذه الحالات بحيث تكون مقبولة من كلا الطرفين ومن شركات التأمين للأخطاء الطبية. شوف عزيزي، أولاً عفواً في سؤال آخر يمكن بيكمل هذه الفكرة، أنه الطبيب عن بالتطبب عن بعد ممكن يتنصل من مسؤوليته إذا ارتكب أي خطأ، لأنه ما في، يعني هو ما فحص المريض، يعتبر ما فحصه قانونا حتى الآن على الأقل. أنا عندي تعليق. أول شيء أعتقد صوتك راح دكتور. إيه أنا عندي الآن صوتي لا صوتك ميوت دكتور، مو سامعينه. جرب. مرحبا. لأنه ميوت صار والحين. إيه تمام. أوكي أنا عندي أول شيء بتكلم بشكل عام كمداخلة. أنا أعتقد الأطباء اللي يسمعوني بيفهموا مقصدي في هذا. الطبيب يستخدم شيء يسمى منطق استنتاجي. المنطق الاستنتاجي يعني نحن كيف الطبيب أن يفكر، ولهذا السبب لماذا استخدام الداتا أو الأرقام والبيانات الطبية كيف بتساعدنا وتنزل، وبالعكس يكون هناك أغلاط طبية أقل. لأن أنا كطبيب استخدام المنطقة الاستنتاجي ماذا يعني؟ يعني عندما أنت تعطيني مشكلة معينة أو مرض معين أو ما نسميها عندك شكوى معينة، كل ما كثر عندي أنا بيانات أو أدلة أكثر عن ما الشيء اللي تعاني منه، كل ما أنا اختصرت المفهوم ما هي الأشياء اللي تعاني منها. فعندما أنت مثلاً تقول لي أنا عندي كحة، صراحة تشخيص مفتوح ممكن 100 شيء فيك أو أكثر. عندما تقول لي أنا عندي كحة وحرارة بدأ الموضوع أن يختصر. عندما تقول لي عندي كحة وحرارة وصعب التنفس بدأ يختصر أكثر. تقول لي كحة وحرارة وصعب في التنفس وشهيق، هنا خلاص عرفت ان في التهابات في الرئه وفي الجهاز التنفسي. لماذا؟ لانها عباره عن ستاتستكس، عباره عن احصائيات، 1 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد النسبه، ان عندك ممكن مشكله في الرئه حوالي 80%. فنفس الشيء عندما احنا نتكلم عن الطب من بعد اخواني، احنا نتكلم كمبدا، ثم يكون هناك بيانات مدروجه. عندما ندخل في عالم ال 5G انت كمريض عندك بيانات مدروجة داخل السيستم، حيث أنا كطبيب يتعامل معها بطريقة بسيطة جداً على حتى يوصلني للتشخيص. ونتكلم في فقرة أخرى كيف نستطيع أن نستخدم الـ AI أو الذكاء الاصطناعي على مساعدة الطبيب، أولاً أن التشخيص يكون في المكان الصح، وبعدين ما هي الإجراءات اللي يأخذها معها. أما بالنسبة قانونياً وغيرها، طبعاً سوف يكون هناك إجراءات وقوانين تقنن هذا الشيء. ما معناته أنا أطلع ألقي استشارة طبية عن بعد بدون أي نوع من التوثيق اللي موجود، أو إن أنا أخذت مسؤولية كطبيب إن هذه هي استشارة رسمية. فأكيد كل مدينة وكل قطاع وكل دولة سوف يكون عندها حكم عن هذا الشيء. فمستحيل يكون التلميديسين كذا مفتوح بدون أي حكم. فالجواب على بعض الأسئلة الأخوة، هناك دور يكون في حكمة من الجهة الخاصة اللي تعطي الترخيصات لهذا الشيء. لأن أنا مثل ما ذكرت بالأول،
أنا بالنسبة للتطبيق من بعد هو جزء لا يتجزأ من الخدمات الطبية اللي نقدمها، ويضبط نفس القوانين ويضبط نفس الإجراءات. فأنا كطبيب من بعد شعرت أن ضروري أن ألمس المريض، فأذكر هذا وأكلم المريض أن تحتاج أن تجيني إلى المستشفى أو تروح إلى المستشفى الفلاني. فبالعكس ضروري يكون فيها حكم وضروري يكون فيها ضوابط. طيب يمكن مثل ما ذكر الدكتور، يعني عادة الابتكارات أو المستجدات تظهر تستخدم، بعدين الريجوليترز أو المشرعين يشوفوا وين ممكن ضبط هذا الجزء أو ذاك. نفس المبدأ يعني بالعمل عن بعد، اليوم بدأت الشركات تفكر طيب كيف بدي أقيم الموظف عن بعد، فبدأت تبدأ تظهر ابتكارات. يعني مثلا إحنا في أبوظبي عندنا في أبوظبي الآن شروط وحكم على استخدام التلميديسن بالنسبة مسؤوليات عن المريض، عن المؤسسة، وحقوق المريض وخصوصياته، وهذه ضرورية جدا. طيب جميل. سؤال من الأخت مكية مجرشي من المركز السعودي لسلامة المرضى قسم تمكين المرضى. سؤالي هو هل يتم إشراك المرضى في إجراءات يعني المشاريع أو يمكن العمل الطبي تقصده، والبروسيجرز يعني التي يتم اعتمادها في الطب الافتراضي؟ يعني هل كيف ممكن يكون المريض جزء من هذه العملية من خلال إشراكه وتوضيح الإجراءات بالكامل له، وإشراكه حتى يمكن بالعملية؟ ما أعرف إذا فهمت قصدها بالسؤال، لكن عملية إشراك المريض من خلال الطب الافتراضي. والله شوف، هو بالنسبة للطب الافتراضي إن المريض هو المتحكم أصلاً، هو المتحكم في الوقت، هو المتحكم في المكان. يعني إحنا لا ننسى إن الطب الافتراضي معناته أهم شيء أنا أعطيتك التحكم عن المكان والوقت اللي أنت تختاره والزمن اللي تختاره والكيفية اللي أنت تختارها كذلك. فهذا مهم جداً إن إحنا لابد فهنا المريض هو أصبح متحكم يعني، وليس محبوس وليس مجبور على مكان معين. هذا واحد. أعتقد إذا الأخت تقصد أن كيف نشرك المريض على أن يعطونا رأيهم عن تجربتهم، هذا شيء آخر. وهذا أقدر أقول أن الشركات اللي بتبدأ في استخدام هذه الآلية أكيد بتأخذ هذه بعين الاعتبار. الدكتورة شفاء صالح استشارية أطفال تسأل كيف يمكن للتليميديسن أن يساعد في علاج الأطفال عن بعد، كما نعلم أنه 90% من علامات المرض عند الأطفال هي by observation. دكتورة مع كل احترامي، أنا أعتقد أنا ابتسمت لأنك تفكر أنت بتكوني مشاركت لي للرأي، لأن 70% من الأشياء اللي تقدمها أمراض الأطفال، وكوني كاستشاري أطفال صراحة نستطيع أن نطمن. إحنا نتكلم في طب الأطفال أن أغلب الأحيان إحنا نداوي الأم وليس الطفل، لأن حوالي 50% من الزيارات اللي توصلنا هي قلق أحد ولي الأمر سواء كان الأم والأب، وأكثرها تكون ما نسميها ريشورنس، أي أن نعطيهم نوع من النصائح أن نطمنهم أن هذا الشيء ليس طارئ أو ليس شيء تقلقون عليه. الآن الدكتورة إذا أنت تتكلمي عن الخدج أو تتكلمي عن السن المبكر للطفل الشهر الأول الشهرين الثلاثة الأربعة، كلام صح 100%، بس إحنا نتكلم أيام. أنا قلت بشكل عام أنا أعتقد أستطيع أن أطبطب عن بعد 50% إلى 60% من الزيارات الطبية للأطفال اللي تصلني. هذا يعني إن في فئة 40% 30% كلام الصح هي يحتاج clinical observation، أنا أشوف المريض عندي في العيادة أو أن ألمس أو أن أشوف. ولكن إحنا لما نتكلم عن cough runny nose، عند نزول من الخشم وكحة في مواسم الشتاء مثلا، إحنا ندرك أن 90% أن هذا التشخيص بيكون بخلال دقيقة وأقل من دقيقة. أجل في شرائح أكيد أن المريض يحتاج أن يكون عند الطبيب. فأنا أرجو من الأخوة والجميع اللي يشاركونا، لا نتكلم أن إحنا نحن اليوم نقول أن الطبطبة من بعد هي البديل وسوف نعالج جميع الحالات وجميع التخصصات وجميع الأشياء من بعد. لا، هذا ليس كلامنا طبعا، ولكن إحنا قلنا استندنا إلى داتا واستندنا إلى أرقام على أن حوالي 50 إلى 40% من المرضى اللي يروحون إلى مراكز أو إلى عيادات يستطيعون أن يأخذون هذه الخدمة من المنزل بطريقة آمنة بدون أي مشكلة لا للمريض ولا للطبيب. إحنا هنا تركنا 60 إلى 50% يا جماعة الخير، إذا ما أعتقد أن في هناك تناقض. وطب الأطفال بالذات يعني أنا أشوفها بالعكس، إحنا عندنا زيارات وقائية مثلا، أنا أستطيع أعمل الزيارة الوقائية للبيت بالنسبة لنمو الطفل،
هل هو يتكلم في وقت صح؟ هل يمشي في الوقت الصح؟ هل عندها القدرات الذهنية والقدرات الحركية في الوقت الصح؟ هل وزنه طبيعي؟ هل طوله طبيعي؟ كل هذه ممكن أنا أسويها من العالم الافتراضي. على فكرة يعني أحد الدول أيام كورونا أحد الدول كان يقيسون الحرارة، اللي عندك بوزيتيف يعني هو معزول في البيت، يقيس الحرارة، يقيس الضغط، يسوي فحص سريع للمريض من بعد وهو المريض في المنزل. فلهذا أنا أعتقد إحنا نشوفها بطريقة إيجابية وننتظر شوي كلنا كمرضى. أنا على فترة في مرحلة ما في حياتي كنت أشتغل طوارئ في طب الطوارئ، فكنا دائما إحنا كزملاء نضحك مع بعض على أن 50% إلى 70% من هذه الحالات ليست حالة طوارئ، it's not even emergency، ويروحون إلى قسم الطوارئ، حيث إحنا كنا نتكلم إحنا والدكاترة اللي يسمعوني يعرفوا هذا، نتكلم مع بعض إن إحنا فقط نعالج 20% و80% فقط نعطيهم إرشادات. أوكي طيب، هذه 80% استلمت اسم تمام بالضبط. طيب في سؤال من الأخ ياسر الحربي بيسأل إنه augmented reality وال7D imaging over 5G، يعني لما على 5G how good it's to help getting the fast and accurate diagnosis، يعني التشخيص الجيد من خلال augmented reality وال7D imaging وكل هالأشياء. يمكن ذكرنا بس إذا تضيف شيء ثاني. لهذا السبب أقول إحنا لابد أن نبدأ نتقبل ونبدأ نستخدم الموجود، لأن اللي ذكرها الأخ عندك المستقبل. أنا أعتقد وأجل لأن أريد أن أكون أكثر أنظر إلى المستقبل، أنا ممكن أقدر أجزم وأقول أن 80% من الحالات سوف نعالجها من بعد. والمفهوم العالم اللي يريد يفهمه مثلا عن بعد ما معناته نشوفها في منظور شخصي، البعد معناته أنا مستشفى محدود جدا، ما عندي أنا آلات، ما عندي أنا القدرة على أن أقدم خدمة لمرض معين، وعندي أنا مستشفى في كندا، في أمريكا، في بريطانيا، في الإمارات، في أي مكان عندها هذه القدرة. الآن أنا أستطيع أقدم هذه الخدمة لهذا المريض عندي أنا في مستشفائي، استخدام هذه الآلات واستخدام التكنولوجيا واستخدام 5G و7D و3D إلى عندي أنا في هذا، ولم أضطر أن أنقل المريض. الفكرة اللي أريد أوصلها أن الفكرة النمطية عندنا كالتالي: أنا مريض وهنا مبنى، أنا أروح إلى هنا عشان أتلقى الخدمة. اللي يريد يفهم العالم اليوم مثل ما أنت اليوم يوصلك معلومات على البلوتوث وما تحتاج أنك تروح تأخذ هذه المعلومة، بل تصلك وأنت في أي مكان. الخدمات الطبية سوف تكون مماثلة، إنك سوف تأخذ الخدمة الطبية أغلبها بغض النظر أين مكانك. Why؟ لأنك بتكون مرتبط دائماً as like a group of systems، مرتبطة مع بعض، تتكلم مع بعض بسرعة هائلة. يعني حتى البيانات، الإشاعات، MRI والرنين المغناطيسي ممكن يوصلني أنا بخلال ثواني مع 5G، بخلال ثواني، وأستطيع أفتحه بخلال ثواني وأشخص إيش الحالة المرضية عند المريض. فطبعاً أنا أعتقد في المستقبل شوف نرى ما كنا نفكر ساينس فيكشن كواقع. جميل، طبعاً ساعة مرت بسرعة كبيرة. رح أسألك آخر سؤال دكتور، وشكراً طبعاً لمتابعينا. طبعاً كانت هاي الجلسة ولا زالت بث مباشر عن طريق لينكدإن، بعض جلسات وبينارات يعني تكون وليس جميعها يعني على لينكدإن بث مباشر، وهي ميزة يعني خاصة لبعض المؤسسات ومنها هارفارد بزنس ريفيو وMIT تكنولوجي ريفيو. دكتور، إذا بدنا نحكي بالمستقبل، الاستعدادات ليستمر هذه الدروس المستفادة لتستمر وتأخذ دفع أكبر كمؤسسات رعاية صحية اليوم، ومعانا الكثير من الكوادر الطبية أو مدراء المؤسسات الطبية، كيف تحضر مؤسستك لتكون جاهزة كما يقال to fit for the future، أو لكي تحتضن هذه المسألة؟ عندك الكوادر الطبية والمؤسسة والأنظمة والإجراءات، كيف تدير أنت مدير مؤسسات أو مجموعة من المؤسسات الرعاية الصحية؟ كيف يجب أن تحضرها من الآن لتكون رائدة في هذا النموذج المستقبلي؟ الاستثمار 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 في البيانات الرقمية وفي
المجال التكنولوجي. لا يعني مثل ما أنا بديت الجلسة قلت ثلاث كلمات: الافتراضية الافتراضية الافتراضية. أنا أعتقد اليوم بنختمها بكلام database database database. لابد أن يكون عندنا نحترم أول شيء، لابد يكون في الاحترام والجهد والتركيز على كيف نبني قواعد كثيرة للداتا أو للبيانات، نرقمها وكيف نستطيع نستفيد منها. يعني بكل مختصر، نحن كأي مستشفى يجيك باليوم ممكن على سبيل المثال 500 حالة 1000 حالة. طيب ما هي، احنا اليوم كنا نتكلم، بعطيك يعني فكرة ولو ان اطول شوي، على انه استطيع تبردكت من بيجي للزيارة ومن ما يجي بالزيارة. اوكي، انا جبت عملت لي موعد، انا كمؤسسة معامل مواعيد لخمسين مريض، هل عندي انا طريقة ووسيلة اعرف من عنده نسبة أكثر إنه لا يحضر على موعده؟ للأسف أكثر يقول لا. ولكن اليوم مع التكنولوجيا اللي موجودة عندنا أستطيع كيف كل ما كان عندي بيانات عن المريض أكثر، أين ساكن، كيف يوصل إلى المستشفى، ما هي حالتها الاجتماعية، ما هو تاريخها المسبق عندما يحضر مستشفى أو غيره، سوف يكون عندي نوع من البروسيس إنه أقدر أعمل predictive value أو أبين هل هذا المريض سوف يلتزم أم لا. فأنا من جهة نظري المتواضعة، الاستثمار في الجانب التكنولوجي في القطاع الصحي، والاستثمار قصدي أنا أن نعطيه الأهمية. إحنا كنا زمان عندنا في IT department فقط تعال ساعدني على الكيبورد وتعال ركب لي هذا الشيء، اليوم أصبح لا، أصبح التركيز IT department أو قسم المعلومات التقنية يتركز على كيف يجمع لي داتا وبيانات رقمية للمرضى وكيف نحطها بطريقة حيث تخدم المريض وتكون جاهزة عندما ننطلق على العالم الافتراضي في الطبطبة ونعالج مرضانا بغض النظر عن أي وجودهم في غير الجانب التكنولوجي. إعادة تأهيل الكوادر البشرية لتكون جاهزة لهذا الاستخدام، هل هي عملية سهلة؟ طبعاً أنا أعتقد العملية سهلة. الإنسان دائماً، أنا دائماً من النوع اللي قلت استبشر إن الإنسان عندما يشوف وين السهم ماشي سوف يمشي وراها، وإذا في قيادة تقيد سواء كان الكادر الطبي أو المجتمع. أنت لو تنظر إلى دولة مثل الإمارات، الخطوات اللي إحنا قمنا فيها بمرحلة قصيرة هذا يدل عن القيادة الرشيدة وعلى التوجيه من فوق. كذلك في القطاع الصحي، أنا أعتقد إذا في هناك نوع من قيادة توصل هذه الفكرة، أنا أعتقد البشر والكادر سوف يتفاعل إيجابياً وسوف يتأقلم. أجمل شيء في الإنسان إنه يتأقلم ويتماشى مع المستقبل. إحنا نتكلم بشكل عام بالكيرف الأكثر، إنه بشكل عام سوف يتأقلم وسوف يمشي مع الاتجاه الصح. سعيد بتفاؤلك دكتور. إذا حب المتابعين يتواصلوا معك، وين أفضل منصة لوسائل التواصل الاجتماعي أنت ناشط عليها أو بتحب تواصلوا عليها؟ أكثر شيء ممكن تواصلوا عليه على الإنستغرام، الإنستغرام مشعل القاسمي، هو يجدون عليه، أو على اللينكدين مشعل القاسمي. هذه المنصتين اللي ممكن أنا أكثر فيها هي الإنستغرام واللينكدين. إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لكابيتال هيلث ومستشفى تأهيل تخصصي ومركز هيلث شيد في أبوظبي الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك مرة أخرى، استمتعنا، وشكرا لمتابعينا من كل الدول العربية والعالم. شكرا لكم جزيلا، نلتقي في جلسة أخرى.